مساء الخير حلقتنا النهارده مميزه جدا ولازم كلنا ننتبه ونركز فيها عشان النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي ولازم كلنا نشترك فيها هنعمل النهارده دستور الاسره قالوا كده زمان في الامثال ان كل وقت وليه ادان زماننا زمان كان مختلف تماما عن زمن ولادنا دلوقتي لكن بيحصل اختلاف كتير قوي بينا وبين بعض زمان كنا بنقول انزلوا لمستوى اهاليكم وحاولوا تركزوا وحاولوا تسمعوا دلوقتي بنقول لا خدوا بالكم انه الولاد مستوى الفكر بتاعهم ارتقى جدا وارتفع جدا ولازم احنا الاهل نثقف نفسنا ونوسع مداركنا ونفهم الزمن الجديد اللي زي ما انا قلت ان كل وقت وله ادان علشان كده دستور الاسره النهارده مش ثابت لكل البيوت كل بيت وليه دستوره الخاص بيه يعني الدستور اللي هينفع معايا انا مش هينفع مع اختي او مع بنتي او مع ابني في بيته فكل واحد مننا هيصنع دستوره بايده وهنمشي ورا بعض يعني طول الحلقه كده ونشوف احنا دستورنا هنصنعه ازاي وايه الاليات اللي تتناسب دايما بيبقى في معارضه لما بيكون في دستور علشان كده بقول ايه خلوا الامر شورى في البيت ونصنع الدستور بمنتهى الحب وبمنتهى الديمقراطيه ونتكلم مع بعض ونشوف ما يتناسب مع الزمان ومع المكان ومع سن ولادنا وادراكاتهم. هنعرف دوت ازاي يا ريت تتابعونا وتشوفوا وتفضلوا مستمرين معانا ان شاء الله البس موجود عندكم وتشوفوه وتعالوا نشوف لما احنا سالنا حبايبنا على الصفحه بتاعتنا وقلنا لهم بتعمل ايه مع ابنك العنيد اللى ما بيهتمش بمستقبله برغم ذكائه تعالوا نشوف بقى يعنى فى عندنا ثلاث اجابات التوجيه والنصح الاجبار والعنف تركه يواجه مصيره أخرى تعالوا نشوف بقى حبايبنا قالوا ايه محمد وعبد الرحمن وساميه ومنى واسماء وشيماء وهشام واسراء وام اسامه ويارا وعبد الله اختاروا التوجيه والنصح رائع جدا احمد ومنال وهدى ومصطفى وابراهيم اختاروا الاجبار والعنف. محمود وتوفيق وهاني وابراهيم اختاروا طرقه يواجه مصيره طبعا في اجابات صعبه كتير جدا ولكن هنتطرق ليها في حلقتنا بيرو صديق قالت التوجيه والنصح والتشاور والتقرب من ولادي وابداء الراي ليهم اكيد ده هينفعني وهينفع الاخرين. شيماء كمال قالت التوجيه والنصح والمناقشه بالعقل في كل امور الحياه الخاصه بينا صلاح بكر قال التوجيه والافهام اسهل طريقه للجيل دوت لان الشده لا تفي بالغرض الجيل ده طبعا على طول معترض زي هتلر كده طول الوقت ما بيعجبوش اي حاجه بتتقال نادين قالت السن الكبير مش بينفع معاه خالص اي توجيه يا نبدا دوت من الصغر أه نغرسه في اولادنا أه معلش يا نادين هختلف معاكي شويه لانه اطلبوا العلم من المهد الى اللحد وطول ما انا بعتني باسرتي اكيد هغرس فيهم القيم الطيبه وبالتفاهم اكيد الدنيا هتختلف أه طيب أه نشوف بقى انه هي كمان بتقول ان في ابسط الحاجات الجيل لا يقبلها خالص وبيعترض وما بيقتنعش ابدا بوجهات نظر اهله او الكبار او الراي المخالف ليه خليكي بقى معانا وتابعينا ونشوف كده هنقدر نوصل لايه وان شاء الله هنفوز طبعا باحلى دستور واحلى اسره ان شاء الله آه مرتضى خيري قال افهمه وارشده وانصحه علشان يكون يقدر هو يخطط لمستقبله من غير ما انا اتدخل معاه طيب تعالوا نشوف بقى لما سالنا حبايبنا في الشارع بتتصرف ازاي مع اولادك لما بيعترضوا على رفضك آه على رفضك لطلبهم آه تعالوا نشوف بقى بيتصرفوا ازاي وخليكم فاكرين ان هاشتاج حلقتنا النهارده دستور الاسره لما برفض طلب بفكر الاول انا يعني رفضت ليه يعني اكيد هم برضو عندهم وجهه نظر كتير قوي بسمعهم بحاول اقنعهم ان الكلام ده اللي هم ممكن لو عملوه هيبقى صح او وجهه نظر ايه انا فيها الاول وبعد كده هحاول اقنعهم بيها ويقتنعوا وينفذوا انا بفكر في الطلب بتاعهم الاول إن الجيل بتاعهم غير الجيل بتاعنا التطور بتاعهم غير تطورنا نتفاهم سوا احسن يحصل تفاهم ما بيني وما بينهم على اساس ان احنا يبقى في علاقه حميمه ما بيني وما بينهم اساسا يعني ابني او ابن ابني, ابني عامل كده الين معاه شويه بشويه لغايه ما اقدر اوصل الهدف بتاعي. اقنعهم يعني ان الحاجه دي خطا لو هي خطا. الاقناع هو افضل طريقه للوصول للتعامل مع اي شخص. لو كانت الحاجه كويسه بالنسبه لهم وهم مش مقتنعين احاول اقنعهم او اعمل لهم حافز معين اللي بيها ان هم ايه ينفذوا الحاجه علشان الحافز. لو انا مقتنع بيها وهي سليمه وكويسه بحاول احفز علشان يلبوا الطلب ده بحفزهم او بزعل منهم فتره وبنرجع خلاص نتردد في الموضوع دوت وبينفذوا كلامي في الاخر وممكن ما يكونش بحافز وممكن ساعات يعني افكر في حافز يعني التشجيع المادي او المعنوي ممكن يدي بعض الايجابيه فيه امهم بالحسنى الرسول عليه الصلاه والسلام كان يوم اهله بالشيء بالحسنى وبالكلمه الطيبه استخدام وسائل اخرى لل للتعبير لمعرفه ما بداخلهم او الاشياء الاسباب اللي خلتهم هم يعملوا كده. كل انسان عنده نظام معين في حياته وفي بيته لازم كلنا كده. انا عندي ولد وبنت تمام؟ مربيهم على تربيه ايامنا احنا. وقت التعليم في جد وفي مذاكره وفي كده. هوات الوقت الثاني في في رفاهيه وفي اللعب وفي اي حاجه انت عايزها احنا دايما متفقين ان احنا مع بعض نتعامل في كل شيء مع بعض نتفاهم فيه مع بعض اللي عنده راي بيقوله طبيعي الوالدين لابد ان يكون عارفين دارسين لعلم نفس النمو والارتقاء ومعرفه طريقه تفكير كل طفل على حده في الاوقات المعينه والسن المعبر اكيد في تنظيم للوقت لازم نفهمهم لازم نقرا لازم نتعلم علم النفس لازم نزعل منهم شويه ونرجع تاني نصالحهم ونصر على راينا تعالوا نشوف حبيبتنا شيماء ونقول الو يا شيماء الو مساء الخير يا دكتور مساء النور يا حبيبتي ازيك ازي حضرتك عامله ايه اهلا وسهلا اتفضلي يا حبيبتي سؤالك سؤالي دكتور انا ابني ثلاث سنين تمام آه بس انا لما بتعصب عليه بتضايق جدا جدا وبقعد اعيط ضميري بيانبني قوي ثلاث سنين نفسي. يا شوشو وبتتعصبي عليه يا شيماء احنا هنقعد يعني مامي بقى على الكرسي بتاع التذنيب دلوقتي ثلاث سنين طيب بتتعصبي ليه؟ بتتعصبي عنيت. ليه؟ التصرف اللي بيعمله بيعندك فيه؟ ممكن اقول الكلمه 100 مره 100 مره فانا بزعل من نفسي يعني انا عارفه ان بصبر كتير بس باجي في الاخر بوصل لمرحله ان انا لازم اتعصب عليه لاني بقول كلمة اكتر من 100 مره نفسي يعني ما بسمعش كلام خالص غيري ف... الطريقه أنا... يا شيماء اللي بتقولي بيها الكلمه وبصي قوي على شكلك في المرايه اعملي كده لايف لنفسك وشوفي انت مكشره ازاي وبتبقي متنشنه ازاي وانت بتقولي له انت هتلاقي نفسك اتفجرتي من الضحك او هتلاقي نفسك استغربتي شكلك جدا وانت بتقولي له خلي بالك ان احنا دايما بنحاول بنتسابق الزمن مع اولادنا وبنتعامل مع اولادنا بادراكنا احنا مش بادراكهم يا حبيبتي، ثلاث سنين محتاج قوي ان انت تبصي له وتطبطبي عليه وتقعدي معاه في الارض وتفهميه بالراحه والحاجه اللي بيعاند فيها تقولي له مره واتنين وتلاته من غير ما تتعصبي عليه، ممكن يكون في حاجه بتضايقك وانت دي بتضغط عليكي فبالتالي العنف دوت بيبقى طالع غصب عنك على الولد وتابعينا يا شيماء وشكرا لاتصالك وان شاء الله هنديك هنديكي الحلول كلها وخليكي معانا ان شاء الله آه ناخد بقى حبيبتنا حنان الو الو ازيك يا دكتور مشاهدي اهلا وسهلا اهلا بيكي اتفضلي اهلا بيك يا دكتور منوره دكتور انا عندي جيمي اربع خمس سنين تمام واخته اللي بعده اربع سنين وبعدين اخته اللي بعده سنتين ما شاء الله مع اخته اللي بعده وكويس مع اللي وراها الاخرانيه الصغننه خالص تمام هو الكبير مظبوط اه تمام عنيف جدا معاها وتصرفاته معاها بيضربها باستمرار بيضايقها طيب يا ست الحلوين تعالي كده اسالك تعالي اسالك انت ترتيبك كام في اخواتك؟ الثانيه الثانيه طيب عندك اخوات بعدك ولا انت بس؟ اه عندي بعد طيب بتحبي مين اكتر ومين اقرب لك في التعامل؟ اكيد الاخيره اللي جت بعدك صح؟ تعالي بقى اما اقول لك السر هقول لك السر دايما الكبير بياخد اكبر اهتمام الاسره اول ما بيجي لوحده اللي بيجي بقى بعده على طول بيسحب جزء كبير قوي من الاهتمام فبيحس من جواه انه انا ده حقي اتخذ مني ما بيقدرش يفرق ان دوت صغير ومحتاج رعايه اكتر وهو كان صغير خد رعايه زي دوت لسه سنه ما يقدرش يستوعب دوت علشان كده بيبقى الحته دي دايما موجوده في في الابن والابن اللي بيجي بعده لكن اللي بعد كده بيتعامل عادي جدا وبيبقى بينهم وبين بعض في مواد كبيره قوي يا ريت تتابعينا وشكرا لاتصالك وان شاء الله كده هتلاقي الحلول المثمره والمريحه ليكي ولاولادك وتعملي دستور خاص باسرتك وان شاء الله كده تتابعينا وتكون حلقه جيده ومفيده ليكم كلكم باذن الله زي ما احنا دايما في برنامجنا علامه استفهام كل اسبوع بنقدم صانع وطن. وزي ما احنا بنقول ان مفيش بيت مفهوش صانع وطن كل واحد بيصنع وطن ولكن بطريقته تعالوا بقى نشوف الرجل الجميل هاني صانع الوطن آه اللي قاعد بقى يعني يرسم سيمفونيه مع الحديد كده والصاج وهو بيقطعه ومبتسم آه طول الوقت تعالوا كده نشوفه وخليكم فاكرين هاشتاك حلقتنا النهارده دستور الاسره دايما بنبعت فريق البحث بتاعنا بتاع علامه استفهام علشان يشوف حبايبنا صناع الوطن بيعملوا ايه والنهارده هنشوف صانع وطن من شكل مميز جدا يا هاني صباح الخير صباح النور صباح النور ازيك عامل إيه؟ الحمد لله بتعمل ايه بعمل عربيات زلابيا عربيات غزل وفشار عربيات حلبسه عربيات بليله عربيات سندوتشات طب بتاخد قد ايه بقى يعني القص دوت اللي حضرتك بتعمله علشان تجهزه للعربيه بياخد وقت قد ايه كل عربيه وحسب ما اسف. في عربيه بتاخد يوم في عربيه بتاخد اثنين في عربيه بتاخد اسبوع حسب الشغل اللي فيها هي العربيات دي بتاخد مرحله واحده ولا اكتر من مرحله يعني خمس مراحل ست مراحل آه عايزه بقى اسال حضرتك وانت بتقص الصق كده وماسك بايدك ربنا يديك الصحه آه ممكن تتعور وانت بتشتغل صح اكيد سمعت عن شهاده امان سمعت عن شهاده امان يعني طب تقدر تقولي لي ايه بقى سمعت عنها ايه ولا سمعت عنها بس كده مجرد اشاعه بس ما شفتش ولا اتاكدت منها احنا هنخلي الإشاعة حقيقة النهاردة وهندي لحضرتك شهادة أمان ويا رب إن شاء الله الشهادة دي تكون بترسم بسمة على قلب حضرتك وهقول لحضرتك بتعمل إيه شهادة أمان هي بتدي حضرتك لقدر الله في حالة الموت بيتصرف مبلغ للأولاد في حالة العجز لقدر الله بتصرف معاش ودي حاجة بنقول بيها إن إحنا إحنا وكل صناع الوطن اللي موجودين في بلدنا حاجة واحدة ومقدرين قد ايه انتوا بتصنعوا لنا بكره بشكل جيد جدا ربنا يعيننا يا رب اللي جاي احسن ان شاء الله اكيد ورجعنا لكم تاني وخليكم جاهزين ونجهز ورقه وقلم ومرايه كمان مش ورقه وقلم بس ومرايه علشان نشوف هل هيتناسب اللي احنا بنكتبه دوت مع كل الاسر اللي بتتفرج علينا ولا لا علشان نبقى شايفين كل واحد شايف الاشياء المناسبه لاسرته اول حاجه عندي في دستور الاسره النهارده لازم نعملها اسره مستقله يعني ايه اسره مستقله؟ يعني اسره تقبل المناقشه بينها وبين بعضها ولكن لا تقبل التجزئه يعني ايه لا تقبل التجزئه لما يجي حد فينا يضيف طرف جديد للاسره لازم الطرف ده يتوائم معانا بالظبط زي ما اكون كده حلبس لون ملوش علاقه بباقي الالوان فحلاقي شكلي غريب جدا لما يجوا الناس يشوفوا التناسق بتاع الالوان دي فهيستغربوا قوي فلازم الاسره المستقله دي لازم لما اضيف ليها فرد لازم يكون بيكمل الاسره دي ما يكونش شاذ عن الأسرة دي ولا إنه معتقداته مش مناسبة معانا لازم ناخد بالنا من النقطة دي مهمة جدا طب ناخد أميرة من القاهرة ونكمل ألو ألو يا أميرة ألو ألو مساء النور أهلا وسهلا أهلا بحضرتك يا دكتور إزاي حضرتك اتفضلي يا حبيبتي سؤالك بحضرتك. أنا عندي مشكلة بس مع والدتي اتفضلي على طول لما بنتكلم مع بعض او تقولي رايها في اي حاجه بيبقى كانه فرض عليا ما بتدينيش اي فرصه ان انا اتناقش معاها تمام يعني لما بتوجه لك الحاجه اللي هي عايزاها منك بتوجهها بعصبيه بتبقى مشدوده بعصبية. طول الوقت اه فعلا بعصبيه جدا ولو ما لو فكرت ان انا اتناقش معاها او كده تزعق ويبقى انا خلاص انا ما بسمعش الكلام وبرد عليها وكده طب اسالك سؤال يا اميره معلش هل البابا موجود؟ موجود. آه. طيب انت بتتفهمي مع بابا اكتر من ماما جدا اه طبعا مع بابا جداً. طبعا البنات دايما بيحبوا باباهم اكتر وبيتفاهموا معاه اكتر وخصوصا لما بنكون بدايه يعني من 13 ل 25 كده بيبقى دايما في عندنا مطبات هوائيه مع ماما كتير جدا وبيبقى عندنا اختلافات كبيره جدا حتى لو كان الرأي يتوافق معانا يا أميره، يعني دايما لما نسمع ماما نسمعها سمع ودود ونركز كويس جدا لأن أنا عايزه أقول لك حاجه غريبه جدا يمكن نفس القصه كانت بتحصل ليا مع موناي بنتي بس موناي بعد ما كملت 25 سنه لما بتقعد مع أصحابها يقولوا لها مين اللي بيتكلم انتي ولا مامتك؟ ده دي مش طريقتك ده انت اتغيرتي خالص ده حتى انت كمان بقيتي شكل مامتك يعني انت من كتر الاشياء اللي انت بتعترضي عليها وطول الوقت مش قادره تستوعبي او قادره تتفهمي مع ماما هنيجي بعد شويه من الوقت هنلاقي نفسنا يعني صوره يعني مقرره من ماما بكل تفاصيلها وهنا هسأل نفسي سؤال يا أميرة أنا بزعل من ماما ليه أو هي ماما بتتنرفز ليه لو عرفنا السؤال إحنا على فكرة أصحابنا بيقابلونا ويبقوا متضايقين وبنسمعهم وبنضحك معاهم ونقول معلش ده اكيد جاي من الشغل متضايق اكيد ده هي راجعه من الجامعه متضايقه لو حتى هزرنا مع بعض هزار تقيل بنستحمل بعض ولكن الامر لما بيبقى موجه من الست الوالده للبنوته الجميله الحلوه اللي زيك فبيكون في السن ده اعتراض لانك انت عايزه تحسي بالاستقلاليه ولكن يا حبيبتي ههمس في ودنك الاستقلاليه هنا ان انا اضفر قوتي مع قوه مامتي واستفيد من خبرتها وربنا يخليها لك وانهالي كده من بحر حنانها وعلمها وطيبتها وهي موجوده ناس كتير قوي ما عندهمش النعمه اللي عند حضرتك وبيتمنوا لو مامتهم مش موجودة يرجع الزمن تاني علشان بس يشوفوا مامتهم ويفقدوا كل حاجة حلوة في حياتهم بس والدتهم تبقى موجودة شكرا يا حبيبتي لاتصالك وتابعينا وإن شاء الله كده نلاقي حلول جيدة جدا شكرا ليكي معنا أسماء من القاهرة ألو ألو أهلا يا أسماء ازي حضرتك يا دكتور عاملة إيه؟ أهلا وسهلا يا حبيبتي الحمد لله ألو. تفضلي إيه؟ الحمد لله والله. الله يحفظك يا حبيبتي تفضلي بس يعني عايزه اعرف ازاي اتعامل مع اخواتي اللي اصغر مني وانا الكبيره وعندي بنتين وولد. انت انت عندك كام سنه يا عندك كام سنه؟ عندي 30. 30 سنه وانت عايزه تعرفي ازاي تتعاملي مع اخواتك الصغيرين؟ هم مش صغيرين قوي يعني هم 17 20 24 طيب اديني مثال للاختلاف كده مثال للاختلاف بينكم بتختلفوا على ايه؟ واحنا مش بنختلف هو طبعا حضرتك عارفه دلوقتي والظروف بتختلف تربياتنا عن تربيات الجيل اللي طالع احنا شايفين ان عندنا ثوابت ما بتتغيرش ما ينفعش اعمل كذا ما ينفعش ارد على حد كبير ما ينفعش صوتي يعلى حاجات كده ثوابت بالنسبه لنا ما بتتغيرش بس هم طبعا الجيل اللي هم طالع انا شايفة مختلف تماما عننا يا اسماء يا حبيبتي ما انا في الانترو بتاع الحلقه قلت كل وقت وليه اذان الوقت أيوة اختلف أنا اختلف تماما انا انا تمام. عايزه ازاي اعرف يعني ما اتضايقش منهم واوجههم صح تمام في اختلاف الـ 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 يعني الاوقات اللي احنا بنمر بيها يعني تمام يا حبيبتي انا عندي ثوابت ما بتتغيرش لكن هم طبعا في وقت مختلف في جيل في تكنولوجيا في كل حاجه فانا عايزه اعرف ازاي امر معاهم بالمرحله دي وهم يبقوا يسمعوا الكلام الصح بس في نفس من غير ما اضايقهم من غير ما احسسهم حاضر او كده يعني عينيا الاثنين خليكي معانا وتابعينا وان شاء الله هتستفيدي جدا من الحلقه باذن الله واحنا طرحين للموضوع ده حلقتين مش حلقه واحده يعني اذا احيانا لا كمان الخميس الجاي بنكمل دستور الاسره واي حاجه احنا ما استكملناهاش النهارده انتظرينا الخميس الجاي ولو في ليكي سؤال ابعتيه لنا على صفحتنا وحاضر وهنرد عليكي بصفه يعنى خاصه جدا وشكرا لاتصالك متشكرين جدا آه نيجى بقى لتانى حاجه عندنا احترام وتقدير كل فرد في الأسرة مهم جدا ده بند رقم اتنين في الدستور بتاعنا مهم جدا اننا نحترم بعض ونحترم اراء بعض الاحترام هنا لازم نعرف الاحترام ده بيكون ازاي الاحترام مش مجرد ان انت بتتكلم وانا بسمعك لا انا بسمعك ازاي ما انا ممكن وانا بسمعك وانا باصص في السقف ممكن وانا بسمعك وانا ماسك الموبايل ممكن بسمعك وانا مش مهتم ولا مديك اي رياكشن او اي تعبيرات من وشي ان انا أه بحترم آه كيان الشخص اللى قاعد قدامى او بسمعه بشكل يوحي ان انا مهتم باللي هو بيقوله، فمهم جدا اننا نحترم ونقدر الطرف الاخر ونسمع قبل ما نرد مهم جدا اننا نسمع وندرس الكلام اللي بيتقالنا دوت وهنا سؤال مهم جدا عايز اساله لكل ولادي والكل طبعا الاباء والامهات اللي بيتفرجوا علينا لازم نعلم ولادنا ده للاباء والامهات انه مين في الدنيا هيحبك اكتر مني اكتر من الاب والام مفيش مين في الدنيا عايزك احسن منه مفيش غير الاب والام نيجي بقى لاولادنا ونقول مين هيحبكوا اكتر منهم برضو مفيش غير الاب والام فابقى عارف اللي بيقول لي النصيحه دي هو بيقولها لي من باب ان هو يبنيني مش من باب ان هو يهدني او انه يحسسني ان انا تافه او اني صغير او اني كبرت كلمه محمد ابني دايما يقولها لي كل ما اقول له حاجه يقول لي حضرتك انت عارفه انا عن عندي كام سنه أيوة حضرتك عندك كم سنة وأنا كمان عندي كم سنة أنت كبرت وأنا كمان كبرت أنت خبرتك زادت وأنا كمان خبرتي زادت فلازم إحنا الاتنين يكون في تبادل في الخبرات وفي الأراء ونسمع بعض ونوقر الكبير نحترمه ونديله فرصة أنه يتكلم ونسمعه ولما نسمعه نحاول نرد بعد ما نفهم ما نردش على طول نيجي لنقطة رقم ثلاثة عندنا وهي العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، دايما تلاقي الكبير في البيت عليه أعباء أكتر من اللي بيجوا بعده، ليه بقى؟ لأنه الكبير هو ده بقى خد الدلع كله والدلال كله فعليه إن هو يستحمل ويرشد بقية إخواته ويبقى هو بيعتمد عليه في الأسرة، كمان بالنسبة للكبار. دايما تلاقي الأخت الكبيرة هي اللي بترعى إخواتها اللي في بيوتهم، دايما تلاقي الأخ الكبير هو اللي بيود إخواته التانيين آه لكن هنا بيكون في نوع من الظلم وليس العدل، على مين بقى بالظبط؟ بيكون على الكبير اللي هو تولى المسؤولية دي وبيكون كمان على أبنائه بمعنى إنه إيه بقى؟ يعني إحنا أمة كل حاجة فيها وسطية يعني أنا هروح أود إخواتي عظيم جدا بس إمتى؟ الوقت اللي انا اكون ريحت بدني واكون قضيت اشياء اسرتي مش ضروري ان انا طول الوقت عامل زي اللي داير في ساقيه وما فيش نقطه توقف يبقى انا هنا ما عنديش عدل مع ذاتي ولا عندي احترام لذاتي ولا قادر احتفظ بصحتي اللي المفروض ارعى بيها الاسره الصغيره اللي هي موجودة في بيتي والأسرة الكبيرة اللي هي أسرتي أو أصدقائي أو معارفي أو حبايبي بتلاقي دايما اللي بيتولى المسؤولية الشخص الودود بقى دايما تلاقيه مش عادل مع نفسه وبالتالي بيجور على جانب من الاتنين يكون صحته أو أسرته فناخد بالنا من نقطة العدل دي مهمة جدا ولازم تكون عادل مع ذاتك علشان تقدر تكون عادل مع الآخرين تعالوا بقى نشوف النقطه بقى الرابعه ودي نقطه مهمه جدا ان انا لازم احافظ على امن الاسره والدفاع عن افرادها في ناس كتير قوي ممكن يحصل بينهم خلاف بينهم وبين بعضهم فيحصل فيه غلط في الاسره كاسره يعني مثلا ممكن واحد يختلف مع مراته فمراته تقول الاسره دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا فهنا لابد انك تعترض وتعترض بقوه كمان مش انت بس الزوج اللى تعترض كمان والابناء يعترضوا مهم جدا ان احنا نحافظ على كينونه الاسره لان كينونه الاسره دى هى الهويه بتاعتنا عارف لما تقف مبسوط كده وتقول انا مصرى زى ما تقول ايه مثلا زى ما انا بتبسط قوى اقول انا من اله الصادق اه طبعا حاجه تفرحنى جدا ان انا انتمى للاسره دى ما اقدرش ادي فرصه لاي حد اي مكان مين انه يقلل من الاسره دي حتى لو كانت بسيطه جدا لان هي اسره المنشا اسرتي فلازم كل واحد يحترم الاسره الاخرى ويحافظ على اسرته كويس جدا طيب ناخد محمد الو يا محمد الو الو السلام عليكم عليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا مرحبتين اتفضل يا محمد كان عندي مشكلة ابن أختي عنده إفراط في الحركة غير طبيعي عنده خمس سنين دلوقتي خمس سنوات تمام اتفضل أيوة. تفضل أه ما بيسمعش الكلام ممكن ت... ممكن أجي له أقول له يا يحيى يحيى هو سامعني بس ما بيردش أه بيحب ينقش في كل حاجه بينقش حاجات غريبه هو ترتيبه يا محمد يعني الاول ف في... يعني الطفل الاول ولا الثاني ولا ترتيبه ايه؟ لا هما توينز هو واخته مريم مين الاكبر يحيى ولا مريم توينز طبعا. ما شاء الله ما شاء الله آه تمام طيب انا عايزه اقول لك حاجتين بيقعوا فيها الاسر بقى الحديثه آه إنه طول الوقت أنا بدي الولد الموبايل أو بسيبه قدام التلفزيون وما بوجهش ليه توجيهات خاصة إن أنا أخليه ياخد باله أو يحس إن أنا بشترك معاه في أي شيء، فبيبقى عنده طاقة مضغوطة جواه عايز يطلعها بأي شكل أو يلفت انتباهك أو انتباه مامته إن أنتوا تاخدوا بالكم إن هو عنده احتياج إن أنتوا تنتبهوا ليه، فبيعمل الحاجات يعني الحركة المفرطة دي علشان خاطر تاخدوا بالكم لكم منه كويس وتقعدوا تحكوا معاه نجرب اننا نقعد نحكي له حدوته نقعد نحكي له حكايه نقعد نلعب باللعب بتاعته ونقعد نساله عن اشياء مثلا تعالى اقعد بس عشان اقول لك حاجه حلوه طب بتحب الايس كريم تعالى لو قعدنا ربع ساعه نلون مع بعض هنروح نجيب ايس كريم او هنجيب شوكولا ونقعد نتكلم مع الطفل الجميل يحيى ده ربنا يخليه هو هيبدا يستجيب كويس جدا وتقل الحركه بتاعته دي دايما الجيل الجديد من الاطفال لان بيوتنا بقت بقى اقول لك ايه يعني بقت ضيقه جدا وما بقاش في مكان الولاد يلعبوا فيه فانت شايف المساحه الصغيره دي ان هو عنده فرط في الحركه هو حضرتك قاعد في مكان قليل فعايز يتحرك فبيفضل رايح جاي رايح جاي قدامك لانه برده معظمنا ما بيبقاش عنده وقت لا يروح نادي ولا يروح جنين بالاطفال علشان خاطر يفرغوا الطاقه دي ويا ريت مره في الاسبوع يروح نادي او يخرج في مكان كده يبذل مجهود كويس جدا وتابعه تاني يوم هتلاقي الحركه قلت جدا انا اولادي لما يقولوا احنا سهرانين ومش عايزين مش عايزين ننام ونفضل سهرانين اقول لهم اشتغلوا ربع شغلي اول ما تخشوا في السرير اول بس ما تشدوا الغطا كده هيبقى النوم تحت المخد على طول هتناموا وتنعسوا دايما لما نخليه يعمل حركه هنستفيد جدا وهو كمان هيستفيد ونجدد طفولتنا معاه شكرا جدا لاتصالك اشكرك تعالوا بقى نشوف لما سالنا حبايبنا بقى لو اهلك يعني انت طلبت منهم طلب وهم مش مقتنعين بيه بيبقى رد الفعل بتاعك ايه هنشوف حبايبنا قالوا ايه وخليكم متابعينا فاكرين ان سؤال هاشتاج حلقتنا النهارده دستور الاسره هم طلبوا مني طلب من الطلب. وانا مش مقتنع بيه اسمع كلامهم في اي حاجه بتخانق معاهم وبكتئب بقى والله الموقف انا بتعامل معاه لو انا مثلا مقتنع بعمله هو الصح المفروض ان هو يتعمل هم صح انا غلط الصح ده اللي انا بعمله وانا طبعا هسمع كلام اهلي احاول اقنعهم بيه وبعد كده هعمله برضه بس اقنعهم من الاول يعني فانا كل اللي بعمله ان هو باخد من خبرتهم وباخد كلامهم كل حاجه بس برضه بحب انفذ انا علشان اشوف اذا كان الكلام ده صح ولا اقوم أجو... انا بالتجربه نفسها لو الموضوع ده في حاجة غلط أسمع كلامهم لو حاجة هم مش عارفينها وأنا يعني عارف إن هي حاجة عادية وكويسة هعملها يعني لو قولي لهم لأ خلاص يبقى لأ قالوا لأ خلاص أه بكلم بابا وهو يقنعهم في البيت لو بابا مش مقتنع خلاص يعني بتضايق منهم لو أنا مثلا في أي حاجة إن أنا أعملها بعملها مفيش خلاص الواحد المفروض هو اللي يقوم بالحاجة ويجربها بنفسه علشان برضه يعرف إذا كان من الصح من الغلط. تشجيع الاهل ده واجب يعني لازم يشجعوني مثلا على الحاجه الصحيح اللي انا المفروض اعملها، لكن لو انا شايف انه في حاجه غلط ما اعملهاش. لو الحاجه دي عاجباني انا يعني واللي هو عايزها لا تمام. لو هم مشجعوني ان اعمل طلب وانا مقتنع بيه مش مقتنع مش أعمل. ما هشوف الكلام ده اقنعني ولا لا، ولو اقنعني هوافق. لو هو فعلا خلاص ان انا اقتنعت بيه بنسبه 100% هنفذه، هم طبعا خبرتهم اكبر مني بكتير. تعالوا بقى نكمل دستور أسرتنا وزي ما أنا قلت كل أسرة وليها دستور حيتوافق مع حجم وسن الأسرة اللي موجودة تعالوا بقى نشوف البند رقم خمسة وهو بند قوي النبرة هو بند تهذيب وتأديب وإصلاح أول ما نسمع البند ده نتخض ولكن بين قوسين ما فيش اي تهذيب ولا اصلاح ولا تأديب يتنافى مع انسانيه الاشخاص او كرامتهم وهنا بقى البند ده بالتحديد غير خاضع غير للاب والام او الاخ الكبير اللي هو بيكون مكان الاب والام بعض الاسر بيكون طبعا الاب ممكن يكون مشغول في شغله والوالده تكون مش موجوده او متوفيه او العكس تكون الوالده موجوده والاب مش موجود فبالتالي الاخ الكبير هو اللي بيحل محل الوالد في الوقت دوت هو دوت اللي بي يعني الحاكم الامر او بنقول القمندان اللي هو بيقدر يعمل العقاب للشخص اللي بيتعدى البنود اللي احنا قلنا عليها دي انه لازم اي واحد في الاسره يطلع عن الدستور ده لازم يكون ليه عقاب يعني حضرتك لو عليك ضرائب وما دفعتهاش اكيد هيبقى في عقاب لو راكب العربيه وما فيهاش بنزين اكيد في عقاب العربيه هتقف ما بتعملها صيانه اكيد هتقف فهنا الخطا في الاسره برضو ليه عقاب لان احنا ملتزمين بدستور هنعمله لوحه كبيره وهنعلقها في بيتنا زي شجره العيله كده وكل واحد فينا يطلع على البنود دي وممنوع اي حد فينا يخترق اي بند من البنود دي الا بامر مهم فناخد بالنا كويس جدا من موضوع التهذيب والاصلاح مهم جدا انه اي حد يطلع بره اللاين ده لازم نقول له الكلام ده ناخد معانا بقى ملاك الو الو طيب آه خليكم فاكرين هاشتاج حلقتنا النهارده دستور الاسره وخليكم متابعينا وتابعونا على صفحتنا وهاشتاج حلقتنا دستور الاسره ورجعنا لكم تاني ونكمل دستور الاسره ولازم زي ما انا بقول من اول الحلقه كل اسره وليها الدستور الخاص بيها بتصنعه بشكلها ولكن الهيكل الاساسي اللي احنا بنقوله بينبثق منه الدستور المناسب لسن اسرتكم ناخد البند رقم سته وده بند مهم جدا وانا ما في الاول ليه هقولكم بس بعد ما نعرف البند دوت ايه المواظبه على العباده انا ليه ما حططوش في الاول لانه مهم جدا ان احنا بالفطره بنطلع عندنا التزام ديني جوانا ده واحد اتنين اتزان اركان الحياه سبعه واولها الركن الروحاني فلازم يكون موجود علشان كده انا حطيته بند رقم سته مش بند رقم واحد ولكنه بطبيعتنا احنا بنتصرف فيه على انه بند رقم واحد بس بقى انا عايزه اقف هنا عند البند ده شويه واهمس بقى في ودن مين بقى بابا وماما وفي ودن ولادي بس اقول لبابا وماما لما اول ما نسمع بقى يعني الاذان او ولادنا اللي بيروحوا يأدوا طاعتهم في الكنائس لازم ما نجيش نقول ايه يلا قوم انت ما روحتش انت ما عملتش كل الناس راحت انت على طول هنا هو هيعاندني طول الوقت وهيرد عليا رد صادم هو أنت هتدخلي معايا تربتي تتحاسبي انا اللي هتحاسب فهنا هيديني رد انا مش متوقعاه تماما ولكن اقول ايه بقى يا ولاد مثلا حي على الصلاه يلا يا ولاد مين هيصلي معايا وابدا افرش. السجاد بتاع الصلاه او لو انا نازل واخد ولادي ورايح اي دور عباده يلا يا ولاد مين اللي هينزل معايا وبشكل ودود وجميل قوي ومحبب بالشكل دوت ما بنسالش نفسنا ليه في العيد بيوزعوا على الولاد ساعه الصلاه بلالين ولعب وحلويات علشان يحببوهم في اداء المناسك دي فمهم جدا اننا لما نيجي نطلب الركن الروحاني ده من ولادنا ركن العباده ما نطلبهوش بصيغه الامر ولكن نطلبه بصيغه ايه؟ اه يا حبيبي ما هو انا فعلا مش هتحاسب لكن هتحاسب شويه صغيرين وانت هتتحاسب شويه كتير. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، اتقبل لامك ان هي تخش النار؟ اتقبل لابيك انه يدخل النار؟ هو هينزعج اكيد ابننا ابن حلال اكيد مش هيحب ان احنا نخش النار، فساعتها انا وصلت له يعني بند العباده بشكل ودود، اتنين طب أم لما اتزان الحياه السبع اركان اول ركن فيهم العباده، طب لو دي انتظمت كل حاجه بتنتظم اسال نفسك واسالي نفسك لو انت كل حاجه ملخبطه في حياتك ارجوك خدوا تمرين تمرين بقى يعني ديني تمرين انساني تمرين روحاني اسبوع اقعد صلي والتزم كانه وقت الصلاه اول ما يجي وقت الصلاه تؤدي كانك بتؤدي عملك على اكمل وجه وشوف حياتك هتنتظم ازاي انت نفسك هتتفاجئ من النتيجه دي نشوف هدير معانا الو الو ازي حضرتك الو ازي حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا تفضلي يا حبيبتي انا حضرتك تمام بابايا بيسافر من حوالي وانا عندي تقريبا سنة. لا على صوتك شويه انا مش سامعاكي تفضلي انا بابايا بابايا بيسافر من وانا عندي حوالي سنتين تمام سنتين انا بقى مشكلتي هنا يعني أنا بابا بيسافر هو وماما ولا بابا بس وانت قاعده مع الوالده بابايا واحيانا ماما بتسافر كمان تمام ساعات بيبعت لها وبتسافر تمام المشكله هنا ان اهلي شايفين ان حوار سفرهم ان هم بعاد عننا ده لان احنا هم مثلا بيصرفوا علينا وده كله عشان بيحققوا لكم مركز اجتماعي كويس تمام بس انا محرومه من حاجات كتير مش حاساها زي باقي الناس مثلا ان انا اشتكي ليهم حصل معايا موقف عايز اعرف يوجهوني للصح والغلط يعرفوا ان مش كل حاجه الاكل والشرب مين يا حبيبتي, حبيبتي قاعد معاكم مين اللي يعني قاعد أنا معاكم بديل لبابا وماما لا أنا بابا وماما بتبقى موجودة أحيانا وساعات جدتي ساعات بن احنا بنسافر لكن هو احتياجك الأكبر للأب أن يبقى موجود آه معاك أنا مفتقدة جدا شعور وجود الأب في حياتي يعني أنا آه يعني أنا صاحبتي على فكرة كلمت حضرتك الحلقة اللي فاتت وقالت لك أنا صاحبتي مش عايزة تتكلم وتحكي مشكلتها وي وي والكلام ده كله آه كان سبب إن أنا يعني أتعلق بحد في حد أنا ارتبطت بيه سبب إن أنا اتعلقت بيه ان ان انا حسيته اب في البدايه كان سنه اكبر مني حاجه اه كان سنه اكبر مني بس انا في البدايه حسيته هو اب ليا فلما حتى بعدنا عن بعض حسيت بكسره كبيره قوي وفرق وشعور غريب وشعور وحش ان انا كان حد حسيتني بالامان حسيتني ان هو بيسمعني بيسمع مشاكلي ما بقاش موجود اللي هو احساس مفروض الاب يعوضه عشان طيب يا حبيبتي يعني برضه. انت مشكلتك افتقادك لبابا وانت محتاجاه ان هو يكون موجود في حياتك وانت طبعا بالنسبه لكل الرفاهيه اللي عندك في حياتك انت دلوقتي بتقولي ان انت كم ممكن ما تبقاش الرفاهيه دي موجوده لكن بابا وماما يكونوا موجودين شكرا دورك. لاتصالك يا حبيبتي وتابعينا وانا هقول لك يا هدير وهقول لكل يعني اللي في سنك اللي بيسمع أنتوا دايماً الجيل بتاعكم الممنوع مرغوب مش معنى كده انه مالكيش حق ان يبقى والدك يبقى موجود، لا ليكي حق ان والدك يبقى موجود وليكي حق طبعا ان هو يعني يقعد معاكي في كل الاوقات اللي انت بتحتاجيها، بس لما بنيجي نسال الاب والام انتوا ازاي سايبين الولاد وطول الوقت او معظم الوقت يقول لك بنحقق لهم بكره افضل لانه عايزين ندخلهم المدارس الغاليه ونجيب لكل واحد عربيه ونجيب له شقه وزي كل اسره بالضبط لكن انا يعني اتمنى انه يكون والدك بي. بيتفرج علينا وعايزه اقول له رساله كده انه مال الكون كله لا يغني عن اب مال الكون كله يعني انا ياخده كل كل ما املك ويرجع والدي قدامي ثانيه واحده بس اشوفه بعيني شكرا مش عايزه حاجه من الحياه فساعات الاب هو الفارس الاول في حياه البنت بالذات ومهم جدا ان هو يبقى موجود وهو المدافع وهو الحصن والبنت بالذات المشكله اللي وقعت فيها دي خطيره جدا فانا يعني بناشد حضرتك انه يا ريت يعني ننهي الغربه وما نخسرش اكتر من كده لان بيبقى في عواقب اصعب من كده بكتير وربنا يخليك ليهم العمر بيخلص بسرعه قوي ولا احنا هنلحق نشبع من ولادنا ولا أولادنا يشبعوا مننا ولا هيبقى الفلوس ليها لازمة لأن لما بنبقى زعلانين تبقى الدنيا صعبة شكرا ليك يا هدير نشوف طبعا البند رقم سبعة في دستور الأسرة عندنا على الأبناء احترام خصوصية الآباء البند دوت هنحط تحته خط احمر مهم جدا انه الابناء لا علاقه لهم بتصرفات الاباء لانه في كتير من الابناء بيحطوا نفسهم ان هو حكم على الاب والام انه مثلا الام بتتكلم بطريقه بسيطه او بطريقه عشوائيه او ما بتتكلمش انجليش كويس او فرنش واقعد اتريق بقى على الاب والام هم دول اللي دخلوني المدرسه دي ده واحد اتنين آه ما الاقيش الموبايل بتاع بابا موجود وانا بص عشان اشوف ايه الرساله اللي جت او افتحه او اشوف اشياء عليه ونفس القصه بالنسبه لماما لازم نحترم خصوصيات بعض ولازم الخصوصيه دي يكون ليها مساحه ونتعلم حاجه مهمه قوي ان حدود حريتي انا الحد الفاصل بينها هو حدود حريتك انت، فلازم يكون في مساحه للاحترام بينا وبين بعضنا. تعالوا بقى آه نشوف بقى يعني آه الدراما المصريه آه عالجت الامر دوت آه وشافت الاسره بتتصرف ازاي، تعالوا بقى نشوف الاسره المصريه في الدراما وخليكوا فاكرين هاشتاج حلقتنا النهارده دستور الاسره. اتفقت انا وزوجتي أن نربي أبناءنا على الأخلاق والقيم لنقدمهم للمجتمع أباً عظيماً وأماً فاضلة. ولكننا اكتشفنا ونحن نربي أبناءنا أننا نربي أنفسنا معهم هكذا هي الأسرة المصرية. حب وقسوة، فرج وشدة، ضحك وحدة. مع خليط مذهل من الرضا والصبر والقدرة على مواجهة الظروف الصعبة. كأن الأمر دستور ضمني استقر في بيوت المصريين وصارت بنوده بينهم ملزمة شوف يا بنت الناس أنا عايز أقول لك كلمتين عشان نبدأ حياتنا على مية بيضة أنت البيت هيبقى مسؤوليتك هديك المصروف صرفي زي ما أنت عايزة يوم توكليني عدس يوم توكليني ظفر اللي هلاقيه هاكله لكن المهم ارجع البيت الاقي لقمه كلها مفهوم حاضر يا عبد وكمان ملكيش دعوه بحد يعني ما تبصيش لحد دي لابسه ايه دي جوزها قبلها ايه دول بياكلوا ايه انا ما بحبش الحكايه دي ملكيش دعوه بحد حاضر ينطلق دستور الأسرة المصرية من ديباجة تجمع بين الفكاهة والحكمة لكنها على أي حال تعلي من شأن قيمة الحرية التي تمنحها لكل عضو حتى قبل أن يطالب بها أنا هروح معاك أتفرج على الماتش عند الجيران روح قولي لماما قلت لها قالت لا يبقى خلاص أنا ماليش دعوة أنت عايز الناس تقول إنها بتمشي كلامها عليك يا سوسن يا بنتي لازم تعرفي إن ماما هي اللي مسؤولة عن البيت ده. صحيح أن هذا الدستور يقر بحق الآباء والأمهات في محاسبة الأبناء بل والقسوة عليهم في بعض الأحيان إلا أنه يحفظ للجميع فرصهم في التعقيب والمراجعة والشكوى مرة واحدة استعملت حقي لكش أي حق في البيت مثل هذه القسوة ليست القاعدة المعتمدة في التعاملات الأسرية اليومية فهناك في الدستور المنظم للحياة بدائل أكثر جاذبية وأقدر على التأثير بشرط أن تتم بين أطراف الناضجين ولكن بالنسبة لنا مفيش فيه رسوب مفيش درجات ضعيفة مفيش ملاحق مفيش ولا عياذ بالله من دروس خصوصية اللي بدفع فيها من لحم الحي وحتى لو اختلت معادلة الحق والواجب نتيجة تمرد غير متوقع من أحد الأبناء يوفر دستور الأسرة المصرية وسائل سلمية للمواجهة فإن كان المتمرد يصر على السير في طريق يضره فالسخرية المؤلمة جاهزة ومحكمة الصياغة السجاير ممكن تخسر صحتك إنها مش لازم كمان إنها تخسر أخلاقك يعني إذا مصمم تدخن بلاش تسرق السجاير يا تخسر صحتك يا تخسر أخلاقك ما تخسرش الاثنين أما لو كان المتمرد يحاول إثبات الذات وشق طريق جديدة أو تحقيق حلم مشروع فمن حق الأب أن يظهر بعض الممانعة لكنه سيكون في نهاية المطاف أول الداعمين يعني بعد ما شربت الكار وعرفت أسرار وعايز تسيبني في ستين دقيقة أنت طول عمرك ما وراكش غير وجع القلب المهم معك فلوس ولا عاوزنا موينة الأم في هذا الدستور هي عمود الخيمة وجودها يعني الامان والطمانينه والامل حتى في لحظات تمردها النادر، النادر جدا مين سأل عليا يا ماما؟ ازاي ما صفت الرقبه دي تيجي لغايه هنا وتسأل عليك؟ جزملت في الجامعه وايه اللي جابها لغايه البيت؟ جايه تذاكر معايا ذاكر معاك؟ انت اتجننت اتجننت ليه؟ جزملت يا ماما زي ما بنتك نبيله ليها زمايل في الجامعه. انا بنتي معدبه. القلب. بابا مم. عايز تعرف ماما لزاق ليه؟ قول يا ريطر. عشان الجامعه بتاعت سني جت وماما طردتها. وفيها ايه؟ ما انا بطلبها في البيت وباباها او مامتها هو اللي بيرد عليا. طب عايزك تكلمها في البيت ليه؟ لازم عايزه تطلب مني ولا حاجه، يعني هتعوز ايه؟ ايه حصل ايه؟ تصور يا بابا، واحده زميلتي تيجي تسال عليا ماما تقول لها مش موجود. لكن مكانة الأم لا تطغى أبدا على أهمية الأب وتأثيره. يكفيه أنه المسؤول الأول. وفق بنود هذا الدستور بصناعة السعادة وما أدراك ما السعادة زدنا 3 جنيه و48 قرش و8 أنا في المدرسة وأنا عايز بدلة يا بابا عاوزة أه؟ أه؟ كمان ده ده حاضر 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 يلا 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 يلا, يلا. الله يبارك فيك يا زينة. يكفي الأب أيضا أنه حامل هم الجميع حتى وهو في أصعب الظروف وإيه يعني خبطة بسيطة وتروح لحالها آه. <applause> إن الولاء للأسرة يقتضي من الجميع حسب هذا الدستور أن يكونوا على استعداد لتلبية نداء الواجب فلا تشغلهم ظروف ولا تمنعهم مصاعب عندها ستكون المكافأة شكر وامتنان مع ابتسامة حلوة يقول العارفون إنها أهم من كل مكاسب الدنيا يلا يا أولاد يلا كل واحد يلا يا عم راح واحد يجيب ذريته وأولاده كل سنة وأنتم طيبين ربنا يخليك يا بابا النور كل سنة وأنتم هابي بيرث لحظة يا أولاد أقول كلمة واحدة بس زي النهاردة من سنة كنت بتمنى اللمبه دي كنت بتمنى اللحظه دي بنات العزيزات ابنائي الاعزاء شكرا اروع ما في الكون ان تكون القلوب كلها زي ما قال بابا عبده كده ان احنا كلنا نتلم اسره واحده وقلب واحد زي ما كانت حلقتنا النهارده اسره مستقله احترام وتقدير عدل امن الاسره كرامه الانسان العباده وخصوصيه الاباء اسيبكم في رعايه الله واشوفكم الخميس الجاي ان احياني الله ونكمل باقي دستور الاسره تصبحوا علي خير